تمام، ودي صفحة من الكود السنغافوري عبارة عن الكواليتي اشورنس. دي بعض القواعد اللي نحطها لما نيجي نفحص الموديل عشان نتأكد ان هو مظبوط، اركتكتشر وستراكشر وام اي بي والموديل اللي مجمع. دي بعض الحاجات المشتركة بينهم، زي ان انا بتأكد ان الموديل محمول للال او دي مظبوط، ان مفيش عنصر متكرر، ان كل العناصر في اماكنها مظبوط، مفيش حاجة مترحلة، مفيش حاجة بره المساحة بتاعت الموديل بتاعي، ما فيش حاجة طايرة بره خالص، وهكذا. ما فيش كلاشات بين العناصر، بين العناصر المعماري مع المعماري، والشيء مع الشيء، والميمي مع الميمي. وبعد كده معاهم كلهم بقى هنا في المرجد. وبعد كده نتأكد بقى من إن الروم ما فيش مكان مثلا المفروض روم وهو ما تعرفش إن هو روم، أو ما فيش روم طايرة بره، أو ما فيش روم، الرقم بتاعها او الاسم بتاعها غلط او في مشاكل، ان الحوائط محطوطه صح، مفيش اوفرلاب في السبيسز. وكذلك في الانشائيه برضو متاكد ان العناصر الانشائيه مفيش عناصر خبط مع بعض، ان الكولوم كلها مع البيم مظبوطه، مفيش بيم طايره في الهواء. والام بي برضه متاكد ان موضوع الكلاشات، موضوع ان الحاجات كلها متوصله كونكتد مع بعض، وهكذا. دي بعض العناصر اللي هي بتتاكد منها على اساس الشغل بتاعك.